كيف يستعد القطن الكاميروني لهذه المواجهة الكبيرة أمام النادي الأهلي؟ معنا عبر الهاتف الآن همان جبريل المدير الفني لفريق القطن الكاميروني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. مواجهة صعبة وكبيرة تجمع القطن الكاميروني مع النادي الأهلي يوم السبت القادم، والوضع بالنسبة للنتائج بالنسبة للأهلي والقطن مش أفضل شيء في بداية هذه المجموعة، كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة؟ أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة لنا، لأن الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا، فريق لم نفز عليه أبدا مطلقا. بالتأكيد نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة جدا لنا. كيف تستعد لهذه المواجهة وطموحكم في هذه المواجهة يكون إيه؟ هل الخروج بتعادل أم انتصار على النادي الأهلي في القاهرة؟ سوف نذهب لنلعب فقط، سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه في القاهرة. نعلم أن موقفنا معقد، ونعلم أيضا أن الأهلي موقفه صعب بسبب البداية الصعبة. سنواجه صعوبات بالتأكيد على الصعيد الفني، ولكن أعتقد أننا ليس علينا سوى الحضور وأن نقدم كل ما لدينا في هذه المواجهة. خسارة النادي الأهلي في المباراة الأولى وتعادله في المباراة الثانية، هل تشعرون وكأن الأهلي لا يدخل هذه المجموعة بشكل قوي، فممكن ده يسهل من مهمة القطن الكاميروني، ولا تتوقع أن النادي الأهلي يستطيع أن يعود في هذه المواجهة؟ بالتأكيد من الصعب أن يفقد الأهلي نقاط أمامنا، لأنني كما قلت في البداية الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا، وبالتأكيد لا يريد أن ينهي الجولة الأولى متأخرا أكثر من ذلك وأن يخسر نقاط أكثر مما خسرها. لهذا ستكون مباراة معقدة بالنسبة لنا، نحن الأصغر في هذه المجموعة إذا جاز القول، ونعلم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لنا. سنواجه عملاقا في أفريقيا بينما لاعبينا يفتقدون الخبرة في مثل هذه المواجهات. القطن الكاميروني كان واحد من الفرق الكبيرة في البطولات الأفريقية في سنوات ماضية، لماذا لا يظهر القطن الكاميروني بنفس هذه القوة هذا العام؟ كما تعلم الفريق يواجه بعض الصعوبات. الفريق يتبع لشركة القطن الكاميرونية، وهناك بعض المشكلات المالية التي تواجه الشركة، وهذا سبب لنا مشكلات في داخل الفريق أيضا. نحن ما نحاول تحقيقه هو الإبقاء على هذا الفريق في المنافسات الكروية سواء محليا أو خارجيا. الأمر صعب جدا بالنسبة لنا، نحاول البحث عن مصادر أخرى للتمويل، ونبحث عن محبين أو رجال أعمال يمولون رحلتنا في المواجهات الأفريقية. يعني هو في صعوبة أصلا في حضوركم للقاهرة، ده اللي أنا فهمته صح؟ يعني هل في صعوبة في حضوركم للقاهرة على مستوى الأمور المالية والسفر؟ لا أبدا، سوف نحضر في الموعد المحدد، ليس لدينا مشكلات. سوف نصل القاهرة يوم الثلاثاء مساء أعتقد في الساعة 10،
سوف نذهب إلى دولة أولا، ومن دولة سوف نحضر مباشرة إلى القاهرة كما قلت يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساء. الحضور الثلاثاء إلى القاهرة قبل مواجهة النادي الأهلي يوم السبت 4 أيام تقريبا، لماذا تحضرون مبكرا لمواجهة النادي الأهلي؟ هل في تصورك خطة معينة للبقاء مدة أطول في القاهرة قبل مواجهة النادي الأهلي؟ لا، هي الأمر كله يتعلق برحلات الطيران. الرحلة الثانية سوف تكون الخميس، وسوف تكون الخميس في وقت متأخر، ولا يوجد سوى هذا، يعني أننا سوف نصل ليلة المباراة وهذا أمر صعب، ولا يوجد سوى رحلتين فقط على مدار الأسبوع، الثلاثاء والخميس، لذا فضلنا الحضور يوم الثلاثاء، وستكون فرصة جيدة أيضا للتعود على الأجواء. هل هناك غيابات مؤثرة في التشكيلة الأساسية للقطن الكاميروني قبل مواجهة النادي الأهلي، أم التشكيلة مكتملة؟ الفريق كامل ولا يوجد أي غيابات. لكان هناك بعض الإصابات في الأيام الماضية، ولكن استعدنا الجميع، والجميع في مرحلة انتهى من مرحلة الاستشفاء. واجهت فريق بعد يعني النادي الأهلي، واجهت فريق أيضا قبل النادي الأهلي، واجهت فريق الهلال، وأيضا واجهت فريق سان داونز. في رأيك من تتوقع الأقرب للتأهل على هذه المجموعة؟ أعتقد في هذه المجموعة لا شيء لعب حتى الآن. أعتقد أن الأمور سوف تحسم في الجولة الثانية. نحن لعبنا ضد الهلال وصن داونز وخسرنا المباراتين للأسف، ولكن فيما يخص الفرق الثلاثة بالنسبة لنا نحن الأمور سيئة جدا، ولكن بالنسبة للفرق الثلاثة أعتقد أن الحسم سوف يكون مع الجولة الثانية في هذه المجموعة. على ضوء متابعتك للنادي الأهلي في المباراتين الماضيتين، وأكيد شاهدت للأهلي مباريات أكثر، من في رأيك أكثر اللاعبين قوة أو أفضلية على مستوى رؤيتك لأداء النادي الأهلي الفترات الماضية؟ لا أعتقد أن هذا سؤال جيد بالنسبة للأهلي، لأن كل اللاعبين بالنسبة في الأهلي هم اللاعبين جيدين. لا أستطيع أن أختار لاعب معين وأقول أنه الأفضل. الأهلي لديه على سبيل المثال مهاجم نحن لا نملكه، بالتأكيد أن كل فريق الأهلي هم لاعبين جيدين ولا يمكن اختيار لاعب بعينه. همان جبريل المدير الفني لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهة النادي الأهلي يوم السبت القادم، هذه المداخلة أنا بشكرك عليها، شكرا جزيلا.